جيب بسكليتك وجمع ناشئة. تظاهرة التي نظمتها جمعية بلادي هي تظاهرة عطلت حركة المرور من أجل إبراز أهمية الدراجات الهوائية واحترام مستعمليها في الطرقات. سايكلت ذا رينبو، الفكرة هذه عملناها وقت اللي خممنا في لي سيكليست الموجودين في القصرين، العباد اللي تسوق في البيسيكليت وما همش يحترموا فيهم في الكياس. دونك حابين نبينوا انهم لي سيكليست في القصرين إلسون كابابل انهم هما يتحكموا في السيركولاسيون في الشارع. التظاهرة هذه تحسيسية باش نعاودوا نستعملوا البيسيكليتات، بويسك في القصرين برشا كومبرومون نتاع كراهب وما عندناش برشا طرقات. بالألوان والغناء والراقص أنهوا تظاهرتهم فرسموا مشاهد غيرت الطابع الروتينية للحاضرين. حبينا نقولوا أن نحن شباب القصرين باش نشمروا على ذراعاتنا، هي ميساج نشمروا على ذراعاتنا باش نخدموا بلادنا، نحن نحبوا بلادنا ونحبوا نعيشوا فيها. فيستيفال دو كولور على طريقة الهندية هولي، حبينا نوصلوا ميساج أمل ونقولوا إن شاء الله دنيتنا كلها ألوان وإن شاء الله مستقبل قصرين وتونس وشبابنا وصغارنا بكل ألوان. الحاضرون من أطفال وشباب عبروا عن إعجابهم بهذه التظاهرة التي أضفت عليهم مشاعر الفرحة والتغيير. عالمية طول ما هاجي ما نقول فيها، عجبني فيها الفستيفال دي كولور، حلو ياسر سيتو، حلو برشا. تعدت التظاهرة تظاهرة ثقافية وأنشطة بمبادرة من المجتمع المدني غيرت المشهد الصامت لولاية القصرين لتكون المسابقات والألوان هي العامل المهيمن في عطلة فصل الربيع لتمتزج ألوان التظاهرة مع ألوان الطبيعة.